أخبار اليوم. بنت صغيرة عندها قدرات غير عادية في التمثيل أولا مريم تامر، وعندها في الفيلم قدرات غير عادية في قصة الفيلم، وكمان نجلاء بدر عندهم قدرات غير عادية هتشوفوها في التمثيل، وبقول لهم مبروك على الأدوار الأولى ليهم كبيرة في السينما. في رحلة دكتور يحيى المنقبادي في البحث عن القدرات غير العادية الخارقة عند البشر، تحريك الأشياء، قراءة الأفكار، وبيجدها عند طفلة زي مريم تامر أو نجلاء بدر، واكتشاف حقيقي. لكن في هذه الرحلة بيكتشف دكتور يحيى المنقبادي الدور اللي بقدمه قدرات أخرى إحنا محتاجينها ويمكن تكون غير عادية في هذا الزمن. قدرتنا على الحب، قدرتنا على تفهم المختلف، قدرتنا على تقبل الآخر وعدم محاربته. يمكن أصبحت دي قدرات أهم من إحنا نحرك كرسي أو نقرأ أفكار الآخر. قدرات غير عادية لخالد أبو النجا أنه دايماً بيختار أدوار مختلفة لأفلام مختلفة ورؤية سينمائية مختلفة. تعمل ده؟ يمكن هي الأفلام اللي بتختارني، يمكن عندي قدرة غير عادية بقدر أجذب السيناريوهات اللي بالنوع ده. انت بتصدر صوره، وبالتالي ده اللي حصل. يعني انا خلال 15 سنه اللي بدات فيهم من فيلم مواطن ومخبر وحرامي، فيلم داود الاولاني، النهارده بعد 15 سنه في فيلم قدرات غير عاديه، وفي النص ما كانش فاضي، يعني كان في محاولات حتى نقرا مع استاذ داود سيناريوهات اخرى وكده. لكن انا بعتبر ان في هذه الرحله ومن اول يوم الحقيقه، يعني عندي كده انا اهتمام ما بنوع سينما معين اكيد، لكن طبعا فاتح الباب اعمل كل انواع السينما، عملت كل انواع، يعني كان اكشن وفي كوميدي وفي فارس وفي غنائي. لكن في هذه الرحله برضو زي يحيى في الفيلم بتكتشف ان في قدرات او في افلام وسيناريوهات عندها معاني اهم، واحنا النهارده في الزمن ده في معنى مهم قوي في الفيلم ده، وهو فهم فكره ان تقبل الاخر اصبح قدره غير عاديه، اصبح قدره مهمه. بقول لك ألف شكر.